Company of the Year, and the award goes to Dahir Foods. البقاع خلقنا بالبقاع وعربينا بالبقاع وما كنا نترك البقاع لأنه البقاع غني بأرضه بالناس اللي عنا والطيبة بعدها موجودة. أهم زراعة نحن عنا إياها هي البطاطا لأنه إنتاجيتنا وشغلنا كله من وراء البطاطا الإبعية. أحسن بطاطا بالعالم لأنه المزايا اللي بتحبها البطاطا موجودة بالبقاع. بلشت مع ماستر سيلس أكثر من 10 سنين وكل سنة نكبر عن سنة. في عيال كثير طبعا عايشة من المسألة لأنه عندي فلاحين بيزرعوا لنا، نزرع احنا وياهم ونسلم بطاطا للماستر سيلس. من سنة 2008 كنا من أول شركات يلي قدرنا ننال شهادة الايزو 22000. هيدا بيعني أنه منتجنا بيتصنع وفق أعلى معايير النظافة والتصنيع الجيد، هيك منضمن أنه هالإنتاج يلي عم يوصل للمستهلكين هو فريش بنوعية عالية وسليم غذائيا. حبي للبنان شدني أرجع لهون عيش، وحبيت عيش بضيعتي. كل يومتها في أزمة بطاطا، حبيت أعمل مشروع استثماري ناجح وساهم بحل هالمشكلة اللي كانت موجودة بأوائل التسعينات. بلشنا بمعمل مصر واليوم نحن نعتبر من أكبر المعامل بالشرق الأوسط. عندي كتير شركات حول العالم بس مصر أحبهم لقلبي. البطاطا بتكون منها جديد طازة منصنعها هون نفس اليوم بتنزل على الأسواق، ولهالسبب هذا نحن على طول فريش بالسوق. ماستر تشيبس اليوم هو وحدة من مجموعة ظاهر فودز. اليوم نحن عم نطور إنتاجنا، عم ندخل أصناف جديدة، عم ندخل نكهات جديدة، وأملنا أنه نكبر هالشركة لتصل لمحلات أنه نصير كظاهر فودز من أحدى الشركات المالتي ناشونال الموجودة هون بالبقاع بإنتاج المواد الغذائية.